السلام عليكم آه، ان شاء الله غادي نديرو التتمه ديال ديال الدروس اللي بقاو لينا دون دونك غادي كتساليت المره الفايته الاحتمال دونك واللي عنده شي مشكل في الاحتمال غادي نحاول غادي ما سالينا بروغرام نعاود ندير دي فيديو على قبل الاحتمال باش اللي قال لي راه ما فهمش الاحتماء دونك آه، نبداو بالهندسه الفضائيه بعدا نحاولوا نحيد واحد البروغرام خصو يكمل داكا دونك آه، بالنسبه للهندسه الفضائيه عقلو راه فيها هاي نكتبو هنايا الهندسة الفضائية الهندسة الفضائية عافاكم لي أه يعني قرا الهندسة الفضائية راه كيتقراو غير بروغرام برو برو ديال دوزيام باك انا غادي نحاول أه نشرح لكم الهندسة الفضائية من ازار اللي ما قراش البروميير باك ولا شي حاجة غير حاولوا عافاكم تتبعوا معايا وصافي نجيو هنايا في اربعة ديال الفقرات كبار الفقرة الاولى كتهضر على المستقيمات والمستويات في الفضاء الفقرة الثانية كتهضر على الجداء السلمي في الفضاء الفقرة الثالثة كتهضر على الفلكة ولا الفلك والفقرة الأخيرة اللي هي الرابعة كتهضر على الجداء المتجهي في الفضاء دونك أربعة ديال الفقرات باش يمكن لك تفهم هندسه الفضائية كاملة يعني ما نزكلو فيها شي سؤال إن شاء الله ولكن حاولوا تركزوا معايا ولكن الفقرة الأولى هي اللي فيها شوية تركيز ركزوا على مزيان دونك نبدا أولا غنهضرو على المستقيمات والمستويات في الفضاء هذه الفقرة الأولى عافاكم من المعقل كاين أربعة الفقرات أقول الفقرة وفي الخبايا ديالها ركزو معايا عافاكم نجي هنا أولا صغيرة غنبداو بالمستقيمات المستقيمات في الفضاء تنسالي مع المستقيمات وندوز للمستويات عادي يمكن لينا نساليو الفقره الاولى دونك حاولوا معايا عفوا باش ما نضيعوش الوقت نجيو هنا بالنسبه للمستقيمات في الفضاء اش خصني نعرف خصني اول حاجه نعرف اشنا هو التمثيل بارامتري لمستقيم اللي في الفضاء ركزوا عفاكم خصني نعرف التمثيل بارامتر اللي في في الفضاء كيفاش يتكتب نجيو هنايا عندنا واحد المستقيم انت في الامتحان راه ما غاديش لك غير انا رسمت من اجل التوضيح يعني هنا عندنا المستقيم دي كيمر ليا من واحد النقطه ا للإحداثيات ديالها اكس ا واي ا زد ا افصول ارتوب انسوب افصول ارتوب انسوب وعندو واحد المتجهه كتسمى متجهه موجهه اللي هي الاحداثيات ديالها ا بي و سي افصول ارتوب انسوب دونك شنو بالينا هنا عندنا مستقيم كيمر من واحد النقطه ا كتعطي في التمرين وهاد المتجهه هي موجهه كتعطي في التمرين انت شنو غادي دير غتزيد نقطه من عندك اللي غتسميها نقطه ام ذات الاحداثيات اكس واي زد باش تكون عندك واحد المتجه واحد اخرى اللي هي المتجه هنايا اش المتجه ها ام دونك شحال من ولات عندك جوج متجه او و ام راه ماكيتسموش متجه شي متوازيتين راه ماكاينش شي حاجه سميتها توازي متجهتين اللي, يعني يعني اللي كتسمى استقاميه الا يعني شفتي انت جوج متجهتين يعني كيبان لك ان بعينك راه متوازين هذيك راه استقامي كنقولوا على او و ام متجهتين مستقيميتين انت ما تبره دابا ما والو باش نشرح لك شنو غيعطيك في التمرين غيعطيك المتجه الموجه ويعطيك النقطه اللي كتمشي مستقيم وهاد النقطه كتزيد من عندك ما كتعوض ما والو كتبقى اكس وكتبقى واي وكتبقى زد وانت شبغيتي تمشي البارامتر اذا غتجي هنايا وغادي دير المستقيم ديالك كتهضر عليه تمشي البارامتر هو عباره عن نظمه كتكتب هنا الاكس وهنا واي وهنا زد هاد اكس واي و ها هي النقطه اللي عطيتي نتايا ولكن تكتب عليهم هنا عفاك تكتب لهم اللي تكون النقطة ام على شي ديالها اكس واي زد كتنتمي للمستقيم دي بغيت تكتب على شكل عمودي بغيت تكتب على شكل افقي ما كاين حتى شي مشكل وهنا هاد البلاصة غادي دير الاحداثيات ديال النقطة اللي عطينا في التمرين اللي هي اكس ا آه آه واي ا زد ا آه. وعاد غتزيد عليهم هاد الافصول هذا ها هو ديال المتجه الموجهه مضروب في واحد البارامتر سميه تي ولا سميه تي بريم ولا سميه كا ولا سميه اللي بغيتي ما كيتعوض ما والو هادشي تسمى هادشي سمينا الفقره تمثيل بارامتر يعني كاين واحد البارامتر وهنا بي فوا تي وهنا سي فوا تي وتكتب سلاش كتعني بحيث تي ينتمي الى ار دابا هاد الكتابه اللي كتشوف كتسمى ليا تمثيل بارامتر اللي مستقيم فين في الفضاء حيت كاين الاكس وكاين الاي وكاين زد نجيو نعطيو مثال دغيا باش تفهموني دونك هاد السؤال اللي غيتحط لك مثلا حدد تمثيلا بارامتريا ل مثلا المستقيم نسميوه دلتا المار من النقطة مثلا او دات واحد ناقص واحد و ثلاثة هو الموجه ب يعني كتسمى عندو متجه موجهة نسميوها في احداثية ديالها مثلا ثلاثة ناقص ربعة خمسة دونك واش عطاونا المعطيات كافيين المعطيات كافيين علاش حيت عطاونا النقطه اللي كتمشي المستقيمه هي وعطاونا المتجه الموجيه يعني في الرسم هنا عطاونا هاي المتجه الموجيه وعطاونا هاد النقطه هادي شنو غادي تزيد انت تزيد النقطه ديما من عندك اللي هي ام وتجي هنا تكتب اللي تكون من عندك هادي ام حدا شي ديالها اكس واي زد كتنتمي للمستقيم المستقيم دلتا من بعد كتجي هنا كدير ها هو دلتا جوج نقاط كدير اكس واي زد هادو هما النقط اللي عطيتي نتايا ها هما حيت اللي فتارتيني كتخليهم هنايا داكا واش كان عنده براهين حنا كنخدموا مباشره نتاع الوطني راه اذا مرجعي عندك دغيا كتخرج ما كاينش شي حاجه صعيبه يعني ما تصعبش على راسك وهاد البلاصه هادي كنديروا النقطه هاي النقطه اللي كتمشي المستقيم اللي هي واحد ناقص واحد ثلاثة ها هي واحد ناقص واحد ثلاثة واش غنزيدو عليها غنزيدو هاد العدد هذا مضروب في تي يعني زائد ثلاثة تي عاوتاني يعني هاد العدد هذا مضروب في تي يعني ناقص 4 تي وهذا العدد هذا مضروب في تي يعني زائد 5 تي وتكتب لي بحيث تي ينتمي الى ار دابا هاد الكتابه هي اللي كتسمى ليا تمثيل بارامتري لمستقيم في الفضاء دابا الاعداد اللي مضروبين في تي راه هي المتجه الموجه ها والاعداد اللي بوحدهم هنايا هي النقطه اللي كتنتمي للمستقيم وهاد الاكس و زد هو داك الشيء اللي عطيتيه انت دونك هذه كتبقى بحال هكدا كتاخد على نفس النقطه في الجهه الوطني ولكن كاين سؤال عكسي يعني يقدر يعطيك هو تمشي بارامتر وكتاخد انت المتجه الموجه كتجبدو من هنا هاي هي 3 وناقص 4 5 ولا قال لك عطيني شي نقطه كتنتهي من المستقيم هاي الواحد ناقص واحد وثلاثة هذه نقطة من بين النقط اللي كتنتهي من المستقيم داكا هذه الفقرة الأولى اللي هي تمثيل بارامتري دابا يمكن لي لبي. ندوز لبي ركزوا معايا عفاكم بي غادي ندوز واحد حاجه سميتها معادلتان ديكارتيتان لمستقيم في الفضاء معادلتان ديكارتيتان لمستقيم في الفضاء الاغلبيه يقول لي يا استاذ راه معادله ديكارتيه لا انا ما تعرفش هذيك معادله ديكارتيه ديال المستوى هاد الفقره هادي غالبيه الاساتذه ما كيديروهاش كيقول لك لا زعما الامتحان الوطني ما عمرش حطات السؤال حنا ما كيهمناش يتحط ولا ما يتحطش المهم راه كاين في الاطار المرجعي خصنا نخدموه دونك ولا تحط شنو نقولوا في هاد الحاله هادي هنا مستقيم في الفضاء ما كتكونش عنده معادله ديكارتيه وحده كتكون عنده معادلتان ديكارتيه شنو نعقلوا على هاد المساله انا قلتها نجيو هنا شنو هاد المعادله ديكارتيه كيفاش يتكتبوا فيها حتى الحالات الخاصه عافاكم من المرض دول عندنا واحد المستقيم ها هو مستقيم دي كيمر لي من واحد النقطة أ مثلا إحدى ديالها إكس أ إكغيك أ زد أ وهاد النقطة إم كنعطيوها من عندنا اللي هي ديما كيفرجكم نقطة إم إحدى ديالها إكس إكغيك زيد وعندك واحد المتجهة ها هي اللي هي متجهة موجهة للمستقيم اللي هي أ بي سي داكا دونك ثلاثة ديال الحوايج جوج كيتعطاو في التمرين وانت نقطه كتعطى من عندك داك اش بغينا من هادشي كامل بغينا نصاوبو معادلتان ديكارتيه ماشي تمشي بارامتري معادلتان ديكارتيهتين كيفاش غادي نديرو القاعده ديال عقلو عليها فكم مستقيم دي جوج النقاط كنديرو الكسر الاول كيساوي الكسر الثاني كيساوي الكسر الثالث كاين البسط وكاين المقام البسط المقام البسط المقام اش غادي نديرو فهاد المقام هذا غندير الاحداثيات ديال المتجه الموجيه اللي هي اش ا بي سي ها هي ها ا وها بي وها سي هادو هما الاحداثيات ديال المتجه الموجي كتعطاو في التمرين واش غادي دير هنا الفوق في البسط هادشي ديال الاكس هادا اللي اعتبرته انت تنقص منه اكس ا ها هو اكس ناقص اكس ا آه وهادشي ديال تنقص منه اي ا آه هاي اي ناقص اي ا آه وغتشد عاوتاني زد غتنقص منه زد ا آه هي ناقص زد ا هاد الكتابه بالضبط هي اللي كتسمى ليا دي يعني دي معادلتان ديكارتيتان يعني هذا كيساوي هذا ولا هذا كيساوي هذا داكا ولا هذا كيساوي هذا وهذا كيساوي هذا المهم ديما معادلتان ديكارتيتان ما يحاولش واحد يقول لي راه عندي جوج الطرفين ما دير حتى حاجه غتخلي هادشي هكا غادي تعوض ا او تعوض بي وتعوض سي وتعوض اكس او ايغريك او زد ا ولا اكس او ايغريك وزد راه كيبقاو هما هما هاد الكتابه تخليها هكا هادي كتسمى الا تحطات غتحط كشكل سؤال مباشر داكا دابا دي المشكل ديال هاد القاعده شنو هو اذا كاين ا مثلا كيساوى أه واحد فيهم زعما كيساوي زيرو اذا كان هذا ا أه هذا عطاونا هذا الافصول ها هو الافصول ديال المتجه الموجيه ولا الاورثوبيل بحال المهم واحد فيهم عطاوني كيساوي زيرو يعني كاين مشكل زيرو ما يكون في المقام فالحال اش كيكون كي اذا كان هذا تعطى زيرو يعني البسط ديالو كيساوي زيرو اذا تعطى هذا كيساوي زيرو يعني البسط ديالو كيساوي زيرو اذا تعطى سي كيساوي زيرو يعني البسط ديالو كيساوي زيرو عقلوا على هاد المساله ويقدروا تعطاو يعني حتى جوج يعني هذا كيساوي زيرو حتى هذا كيساوي زيرو هذا لا ولكن بثلاثه بهم لا عندك في الامتحان الوطني جوج الحالات هي إيه اما واحد فيهم كيساوي زيرو يعني المقام ولا جوج فيهم كيساوي زيرو حنا غنديرو الحالات بجوج ها هي الحاله الاولى حاله واحد ونديرو الحاله الثانيه ركزوا معايا فيكم عندنا جوج ديال الحالات شنو الحاله الاولى اذا كان ها هي إذا لقيتي يقى... ا كيساوي زيرو ولكن بي كيخالف زيرو و سي كيخالف زيرو يعني دابا لقينا غير هذا هو اللي كيساوي زيرو ولكن هادو بجوج لا كيخالفوا زيرو صافي مزيان اشنو غادي دير نتايا كتكتب المعادله شان ديكارتيه آه. على هذا آه الشكل آه. هذا فين هي هذيك اللي كتساوي زيرو هي ا كنقلبو كنقلبوا على ا ها هي ا آه. هذه كتساوي زيرو يعني البسط ديالها كيساوي زيرو نكتبوا هنا ها هو اكس ناقص اكس ا آه. كيساوي زيرو صافي مابقاش عندي المقام حيت كيساوي زيرو ما وهادي وهادي كيلقاو بلايصهم ها هما تكتب إكغيك ناقص إكغيك أ على ب كيساوي ها هي زاد ناقص زاد أ على سي هادشي هادا هو لي كتسمى ليا معادلة تاني لي كارتية تاني مدير جوج الطرفين ولا جوج وسط خلي هادشي هكا المعادلة اللولى ها المعادلة التانية ها ها التانية هادشي سميناها معادلة دي كارتية دابا الحالة التانية ولا الحالة المهم حنا درنا الحالة التانية هنا الحالة الأخرى إذا كانت عندنا مثلا ا آه كتساوي زيرو و ب كيساوي زيرو ولكن سي كتخالف زيرو يعني جوج فيهم ماشي بالضروره سي تخالف زيرو تقدر هذه هي اللي تخالف زيرو بي ها وهادو بجوجهم يساوي زيرو المهم جوج فيهم يساوي زيرو الا كانوا بجوج فيهم كيساوي زيرو فين هي اللي كتساوي زيرو دابا هنا ا آه كتساوي زيرو يعني البسط ديالها خصو يساوي زيرو نجيو نكتبو بحال هكذا المستقيم دي بحال هكذا نكتبو إكس ناقص إكس أ كتساوي زيرو حيت المقام ديالها كيساوي زيرو وفني عاوتاني أخرى بي بي كتساوي زيرو دونك حتى البسط ديالها كيساوي زيرو يعني إكغي ناقص إكغي أ كتساوي زيرو وهادي ستة كتخلف زيرو مكنقربوش ليها صافي الله يعاونها معندي ما ندير بيها دونك تكونو ليا جوج المعادلات كتسمى معادلتين ديكارتيتين كاينة الحالة هادي وكاينة هاد الحالة وكاينة حالة بصفة عام أنا غنحاول ندير مثال السؤال كيفاش كيتحط ها هو مثال الثاني يعني ديال الدرس نجيو هنا شو غادي يقول لي في السؤال يقولوا لي حدد ها السؤال حدد معادلتان ديكارتيتان ليش للمستقيم للمستقيم مثلا دي المار من النقطة بي حدا شي ديالها واحد ناقص ربعة وجوج والموجه ب المتجهة غنسميوها حدا إي حداش يد ديالها هي ربعة و 3 و خمسة هاهوما عطاوني معطيات كافيين عطاوني نقطة كتمشي من المستقيم عطاوني متجهة و موجهة للمستقيم واش يمكن لي نصوب المعادلتين يمكن ليا واش عندي شي حالة خاصة ما عندي حتى شي حالة خاصة علاش حيت المتجه و الموجهة تا واحد فيهم مكيساوي زيرو دونك هنا كنخدمو عادي كنجيو نديرو بحال هكدا هاهي مستقيم دي جوج النقاط كتكتب لي هنا لتكون النقطة أم الإحداثية دي ديالها إكس إكغيك زايد كتنتامي المستقيم دي هدا المعدل ديما كنكتبوه كدير الكسر الأول كيساوي الكسر الثاني كيساوي الكسر الثالث أش كنحطو في المقام هنا المتجه الموجه ها هي الربعة أو تلاتة و الخمسة ها هي الربعة أو تلاتة و الخمسة واش كنحطو هنا في البسط كنشدو هاد الإكس هدا هو كنقص يعني منو هدا هاد الأفصول هدا يعني إكس ديال ان كنقسم له اكس ديال بي يعني اكس ناقص واحد كنكتبوه هنا هي اكس ناقص واحد ونشد عاوتاني ايكغ نقص منو ناقص ربعة اللي هي اكس زائد ربعة ونشد عاوتاني زائد ونقص منها جوج زائد ناقص جوج دابا هاد الكتابة بالضبط هي اللي كتسمى ليا معادلتان دي كارتي كنخلي على الشكل ما كنقرب لها ما والو داكا يمكن لي دابا ندوز للسي حاولوا تشوفوا دابا الدرس اون جينيرال دوينا على المستقيمات والمستويات باقي ما هضرناش على المستوى دوينا على المستقيمات درنا التمثيل البارامتري داك درنا المثال ديالو درنا المعادله الديكارتيه ودرنا المثال ديالها دابا غندوزو للفقره الثانيه اللي هي ا آه آه اسميها استقامه متجهتين داك يالا نجيو هنايا ركزوا معايا فكم غنجو الفقرة الثالثه ها هي اللي هي استقاميه متجهتين باش يمكن لي نعرف جوج المتجهات واش مستقيمتين ولا لا ها هما عطاونا قالوا لدينا عطاونا واحد المتجهه او على الاحداثيات ديالها ا بي سي و المتجه في الاحداثيات ديالها مثلا ا بريم ب بريم سي بريم بغينا هاد المتجهتين واش مستقيمتين ولا لا باش كنعرفو الاستقاميه بجوج ديال القواعد يعني كاينه الطريقه الاولى كاينه حتى الطريقه الثانيه ديال المحدده دي. الطريقه الاولى عادية اللي كنعرفو ديالها ديال المستوى ديال طرونكومان ديال 5 طريقه الثانيه ديال المحدده دي. ردو معايا فكم مزيان ردو البال مزيان نجيو هنايا الطريقه الاولى ديال طرونكومان شنو هي الى بان لك انت بعينيك يعني كملاحظة بنتك متجهة كتساوي لي عدد في متجهة واحدة أخرى يعني بانت لي أنا متجهة هي واحد العدد من في هذه المتجهة هادي داكا أولا العكس مفيش مشكل أولا بانت لي أنا في هي اللي كتساوي لي عدد في أو هاهي نسميوها ك بريم مثلا في أو إذا كان عندي متجهة كتساوي عدد في متجهة يمكن يمكن لي نقول إذا المتجهة U و V مستقيميتين داكو على الطريقة الأولى أنا غادي ندير مثال باش تفهمو نجو للطريقة الثانية هي اللي كتهمني دابا أنا حيت كاين اللي مكيقشعش هاد المسألة كيعطيوك الجذور المربعة مثلا عطاونا جذور مربعة هنايا و يبان لي عدد فهكا ما كاين اللي مكيقشعش و كينسى عليها كاينة طريقة أخرى اللي هي ديال المحددة عندكم تلفوا هاد المحددة مع ديك ديال الجداء المتجه اللي قرر الهندسة الفضائية لا دابا تبعوا معايا اللي بغا يفهم الدرس يتبع معايا مرحله بمرحله, بمرحلة. المحدده شنو هي غنجيو غنكتبوا اليوم نحسب المحدده ها هي ديتيرمينا ديال المتجهه او و في ولا تسبق في و U بحال بحال ها المحدده كنديروا واحد دو با نجيو هنايا جوج ديال لا مريض هنا عريضه عريضه نجيو لهاد المساله هنايا المتجهه او كسبقوا الاحداثيات ديالها الا بديتي في في تصبق ديال في داكا الا بديتي بي يعني ها, ها هي يعني عندي ا بي سي كتجي هنا وكتحط ا بي سي و في شنو هما الحريتي ديالها هما اللي هما ا بريم ها هي ا بريم ب بريم سي بريم ونجي لهنا شحال من حاله عندنا ركزوا معايا فيكم كاين الحاله الاولى وكاينه الحاله الثانيه الحالة الأولى إذا كان ديتيرمينا ديال U و كيساوي لي زيرو الحالة الثانية إذا كان ديتيرمينا ديال U و V كتخالف لي زيرو دابا اش كتعني ديتيرمينا كتساوي زيرو كيفاش كتحسب ديتيرمينا ديال هادي عندنا شي واحد يقول لي راه يعني بلوس موان بلوس راه ماشي هادشي لي كنهضر عليه دابا أنا كندوي على الإستقامية هاديك راه في الجداء المتجه ديك هدرة أخرى راك في الاستوائيه ديال المتجهات ديال ثلاث متجهات دي من كل حاجه الخدمه ديالها يعني. هنا كدير المحدده الاولى كدير المحدده الثانيه كدير المحدده الثالثه اش كدير في المحدده الاولى ركزوا معايا كدير ا ا بريم ها هي كدير بي بي بريم ها هي عاوتاني ا ا بريم ها هي كدير سي سي بريم ها هي كدير دابا بي بي بريم كدير سي سي بريم كدير كتساوي هذا في هذا ها هي ا بي بريم غتنقص منه هذا في هذا اللي هي ا بريم بي خاصها تخرج زيرو وعاوتاني ا فوا سي بريم هي ا سي بريم غتنقص منه ا بريم فوا سي ها ا بريم فوا سي خاصها تخرج هي زيرو وتحسب عاوتاني بي فوا سي بريم ها هي وتنقص منها بي بريم فوا سي حتى هي خاصها تخرج زيرو الا خرجوا ثلاثه شوف شنو نكتب هنا هو اذا خرجوا بثلاثه بهم زيرو يمكن لك تقول اذا المتجه او و في مستقيميتين عافاكم غير مردوا البال الا لقيتي هاد المحددات عاوتاني بثلاثه تبعوا عافاكم كاين هنا قلت لكم ا ا بريم بي بي بريم ا ا بريم بي بي بريم ولا ا ا بريم سي, سي بريم ولا بي بي بريم سي سي بريم لقيتي هادي كتخالف زيرو اولى هذه كتخلى بزيرو اولى هذه كتخلى بزيرو شو شوف شكتبت هنايا شوفوا معايا مزيان هنا قلت او ماشي بالضروره يكونوا بثلاثه غير وحده فيهم الا كانت كتخلى بزيرو صافي كافي دونك الا كانت هذه كتخلى بزيرو بلا ما تحسبها له مازال صافي يمكن تقول هنايا او و في متجهتين مالهم غير مستقيميتين ركزوا عفاكم ما قلتش هنا ضروري تخرج هذيك كتخرج بزيرو وضروري هذه تخرج بزيرو لا هذه تساوي زيرو مثلا وهذه كتساوي زيرو وهذه كتخلف زيرو صافي غير مستقيمتين غير وحده فيهم الا كتخلف زيرو راه غير مستقيمتين ولا كانوا بثلاثه بهم كيساوي زيرو مستقيمتين دونك هذه الطريقه ديال الاستقامه المتجهتين انا غنحاول ندير المثال ها هو مثال رقم ثلاثة قالوا لي مثلا بين ان المتجه او الإحداثيات ديالها مثلا واحد والناقص واحد على جوج ركزوا معايا وهنايا الناقص ثلاثة والمتجهة في جوج وهنا الناقص واحد وهنا الناقص ستة قلو يبين بين أن هاد جوج متجهات مالهم مستقيميتين باش غادي نعرفو احنا واش مستقيميتين ولا لا هما قالك بين حنا غادي نديرو الطريقه ديال المحدده والطريقه الاخرى ما كاينش مشكل المهم نحاول الطريقه ديال المحدده خصكم تفهموا مزيان ها هي غادي نقولو اليوم نحسب المحدده شنو هي المحدده هذه نجي هنا غنديرو ديتيرمينو ديال المتجه او والمتجه في كيف وريتكم غير دابا كنديرو جوج ديال العوارض ماشي قيمه مطلقه هذه ها جوج ديال العوارض أحلى شيء ديال او هما الاولين الواحد ها هو وناقص واحد على جوج و وفي شنو عندها آه لي الواحد و واحد على جوج و ناقص عاد غادي نمشي هنا لفي غادي جوج و ناقص واحد و ناقص ستة درت شئ ديال و ديال في صافي معايا واحد و واحد على و تلاتة هما و واحد ناقص ستة صافي مزيان دابا يمكن نحسب المحددات ها المحدده الاولى المحدده الثانيه المحدده الثالثه عاد الاستنتاج ها الاستنتاج الاستنتاج <applause> نجيو هنا شنو الاولين الواحد والجوج ها هما اللي تابعو ناقص واحد على جوج واش والناقص واحد شنو هما الثانيين عاوتاني الواحد والجوج وناقص ثلاثة وناقص ستة ناقص ثلاثة وناقص ستة عاوتاني ناقص واحد على جوج واش وناقص واحد وناقص ثلاثة وناقص ستة هاهو الحالات اللي كاينين واحد في واحد هاهي نكتبوها واحد في واحد غنقص منه جوج في ناقص واحد على جوج هذا في ناقص هذا ونحسبو واحد في واحد هي ناقص واحد جوج غنختازو مع جوج اش بقى ناقص واحد ناقص واحد مع ناقص كاين هنا هي زائد واحد هادو عددان متقابلان كيعطيوني زيرو ها وحده واش كافي ما كافيش خصني نحسب الثانيه واحد في ناقص ستة هي واحد في ناقص ستة ناقص جوج في ناقص ثلاثة جوج في ناقص ثلاثة ونحسبه واحد في ناقص ستة هي ناقص ستة جوج في ناقص ثلاثة هي ناقص ستة ناقص ستة مع الناقص 6. هنا هي ستة متقابلين تا عطاتني زيرو هنايا ناقص واحد على جوج في ناقص ستة وغنقص منها ناقص واحد في ناقص ثلاثة ستة مع جوج تبقى مع الناقص هي ناقص ثلاثة ناقص ثلاثة في ناقص واحد راه هي ثلاثة عاد هنا ناقص ثلاثة في ناقص واحد هي ثلاثة حيت ناقص في ناقص هو الزائد ولكن مع هذا الناقص هذا هي شحال هي ناقص ثلاثة حتى هما عددان متقابلان خرجت الاولى زيرو الثانية زيرو والثالثة زيرو إذن اش كتب لي هنايا بما ان ديتيرمينو ديال المتجه او في خرجت زيرو فان المتجه او و في مالهم مستقيميتين مبغيتيش دير هاد لاميطور بالك طويلة كاينة هاد الطريقة هادي اش كيبان لينا كيبان لينا بأن بقى... شنو العدد اللي ضربت في واحد وعطاوني جوج هي جوج إلا ضربتي جوج في واحد هي جوج ولا ضربتي جوج في ناقص واحد على جوج غيمشي جوج مع جوج تبقى ناقص واحد ها هي ولا ضربتي جوج في ناقص ثلاثة هي ناقص ستة دونك بان لي بأن في اش كتساوي ليا كتساوي هي جوج مضروب في او هو الشي كتبنا قبيلة في كتساوي لي عدد مضروب في المتجه وبالتالي المتجه شي شي قشعتي الا ما قشعتيش ضروري خاصك دير هاد لا ميثود هادي نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لا بارتي هادي باش ندوز فيديو اخر باش نشرح لكم المستويات في الفضاء مزيان نتمنى الا كان شي سؤال عفاكم حاولوا ديروه في لي كومونتير داكا يلا السلام عليكم